وضع إنساني كارثي وغير مسبوق، هكذا هو الحال في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي على مدار الساعة منذ 7 تشرين الجاري. حصيلة القتلى غير ثابتة، فهي تتصاعد مع حركة عقارب الساعة. نحو 3800 شخص قضوا حتى اللحظة، وأنباء عن أعداد تفوق المعلنة لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة والتي تجاوزت هي الأخرى مئات الآلاف، بين مدمر كلياً ومتضرر بشكل كبير. أما الجرحى فقد تجاوزوا من جانبهم 12,000. إذن هذا هو شكل الحياة في غزة، لا ماء ولا كهرباء ولا وقود ولا غذاء، وحتى الدواء أصبح رفاهية حرمت على أهالي غزة الاستفادة منها. ويستمر القصف الإسرائيلي وتستمر المعاناة الإنسانية في القطاع، ففي الحرب كما تقول إسرائيل لا خطوط حمراء، وكل ما يقع تحت مرقابها هدف مشروع، ومستشفى المعمداني خير دليل على وحشية ما يجري هناك. المأساة تجاوزت كل الحدود، حيث أنذرت إسرائيل 24 مستشفى في غزة بالإخلاء حسب الصحة الفلسطينية، في ظل الإعلان الأخير خروج مستشفيات أخرى في القطاع عن الخدمة كلياً. الكارثة الكبرى التي رافقت الحرب وفاقمت من معاناة المواطنين العزل في القطاع إغلاق المنافذ ومنع إدخال المساعدات الإغاثية المحملة على مئات الشاحنات التي ترتص على الجانب الآخر من معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر. وفوق كل هذه المآسي يأتي الإجراء الإسرائيلي الأخير والرامي إلى تهجير سكان غزة إلى مصر أو الضفة ومنها إلى الأردن، وهي خطوة قوبلت بالرفض الشديد من قبل الدولتين ومن دول إقليمية ودولية أخرى. هكذا هو الحال في غزة كما يراه العالم أجمع، ومخاوف من استمرار تدهوره أكثر، خاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد أن الحرب ستستمر ربما لأشهر، ما يضع غزة أمام سيناريوهات هي الأسوأ في تاريخها.